القصيدة التي أبكت أعظم ملوك الأرض. يحكى أن أبا العتاهية لما كبرت سنه اعتزل الشعر، فطلب منه الرشيد، وقد كان حينها أعظم ملوك الأرض، أن ينشد له شعرا، ولما رفض أبو العتاهية أمر الرشيد بحبسه. وقد كان الرشيد حينها يحب غناء الملاحين في سفن النزهة، ولكنه كان يتضايق مما يسمعه منهم من شعر مرذول يزيدونه سوءا بلحناتهم، فسألهم: من من شعرائنا يصنع لهم شعرا؟ قالوا له: ليس لهم إلا أبو العتاهية، ولكنه محبوس. فبعث له الرشيد وهو في الحبس أن يصنع له شعرا، فغضب أبو العتاهية وأقسم على أن يصنع له شعرا يورثه الغم والحزن بدلا من السرور، فأنشد يقول: خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، لدواعي الخير والشر ذنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منك نصوح؟ موت بعض الناس في الأرض على قوم فتوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، ما عمر نوح. ولما غنى الملاحون هذا الشعر بكى الرشيد بكاء مرا، وكان من أكثر الناس بكاء وأغزرهم دموعا عند الموعظة. ولما رأى الفضل بن الربيع بكاء الرشيد أشار للملاحين بأن يسكتوا.